رجل كان يصلي في المسجد فوضع جواله على الأرض ودخل نعم رجل يصلي أي نعم بالناس في المسجد فوضع جواله على الأرض ودخل في الصلاة ثم جاءه اتصال وهو قائم فهل يغلق الجوال أم لا؟ وإذا انحنى لإغلاق جواله فهل تبطل الصلاة؟ لا، يستمر في صلاته وإذا سجد يغلق الجوال. نعم.